تحياتي لكل أصدقائي اللي بيتابعوني النهاردة على شاشات قناة الصحة والجمال، وكل متابعيني اللي أنا بتشرف بمتابعتهم ومشاركتهم دايما. ومعاكم غادة كرامة في برنامجي لقاء حصري مع غادة كرامة، وتحت شعار ما يطلبه المشاهدون. بجدد لقائي بيكم في الموسم الجديد للبرنامج. بتمنى ان انا اقدم الافضل دايما وما يطلبه المشاهدون. يعني اجمل حاجه لما الرساله توصل، وان انا بتابع مع كل احبائي واصدقائي ومشاهديني دايما قبل وبعد شغلنا او حلقاتنا، علشان نعرف ان رسالتنا وصلت وتوصلنا يعني الامتنان منهم وشعورهم بانهم فعلا بيوصل لهم اللي هم محتاجينه او اللي المجتمع ككل محتاجه في الفتره دي. وبالنسبه لبرنامجي، احب افكركم، انا طبعا اتكلمت قبل كده ولكن هتكلم على برنامج لقاء حصري مع غاده كرامه. برنامج متنوع، حواري متنوع، ثقافي اجتماعي توعوي. الرسالة التوعوية دي بيبقى لها أشكال كتير، وإحنا لازم نقدمها برضو بالشكل اللي بيناسب الزمن والمتغيرات والحياة، وكل جديد فيها بيأثر وبيفرض ان احنا بنتبع اساليب جديده وبنعبر عن الناس بطرق مختلفه. ده بالنسبه لرسالتنا الاعلاميه، واللي هي رساله طبعا عظيمه ومهمه جدا. وبشكر وبحيي كل اصدقائي وزملائي على قناه الصحه والجمال وفي الميديا عامه، وبقدم تحيه خاصه للاستاذ محمد رمضان المدير التنفيذي بالقناه، وشركه جو ميديا اللي هو طبعا بيرأس الانتاج الفني والشغل، اللي احنا طبعا بنبقى سعداء جدا ان احنا بنشوف جديد، بنشوف فعلا ان احنا في دعم ونوع بيشجع الاعلام ان هو يقدم الافضل ويتميز، ويبقى في منافسه جميله ونتائجها بتبقى رائعه. بحيي زملائي الاستاذ محمد المالكي، الاستاذ تامر، طبعا مجهودات جميله، وشكرا جزيلا ليكم من مكاني هنا. واتمنى ان شاء الله كل شيء بنقدمه يكون بالمستوى اللي يليق بقناتنا وبمكاننا وبلدنا الجميله مصر. نيجي نتكلم مع بعض شوية على السنة الجديدة. طبعا أنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما نكون أفضل وتكون حياتنا أجمل بالعمل وبالصبر وبشعورنا ببعض وتكاتفنا. بحيي كل إخواننا وأصدقائنا في البلاد كلها العربية والإفريقية والعالم كله، وإحنا شفنا الفترة اللي فاتت الأعمال اللي بتسعى يعني المشاركة مش بس على مستوى المحلي أو الإقليمي، لا إحنا عايزين بجد يبقى في انفتاح في العالم، بس ده بيعود علينا بثمار كتير جدا جدا جدا، منها تبادل الثقافات، ويعني النوع ده من الاعمال بيشجع اكتر ان احنا نحس ان اعمالنا دي يعني نتائجها مش بيستفيد منها شخص واحد، لا، او فئه معينه، لا. الجميل ان احنا بنتكلم عن الانسان واهميه ان احنا نشارك في عمليات التطور والتقدم والتواصل المستمر، ده هيحقق لنا اهدافنا كلها. تحياتي طبعا لكل الاصدقاء اللي بيبقوا
معانا في شغلنا او في حياتنا. وعلى فكره مش بس في الميديا، انا عامه بنشوف ان العلاقات كلها دي هي سبب النجاح او قيام النجاح او الاعمال بالشكل وبالمستوى الجيد. الو الو، الو، اهلا وسهلا استاذ محمد رمضان. ازيك يا غاده، عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، بالتوفيق دايما، بداية موفقة يعني، مبروك البرنامج، وان شاء الله باذن الله انطلاقه قوي ليك يا غاده، وبالتوفيق دايما وكل الدعم مني انا شخصيا للبرنامج، ومزيد من النجاح والتقدم يا غاده ان شاء الله باذن الله. وانا سعيده وبتشرف دايما بان يكون في العمل الاداره بهذا المستوى والاهتمام بالمصلحه العامه وحرصنا على بعض. وبشكر حضرتك لكل المجهودات اللي انت طبعا عارفها كتير مع ان يطلع البرنامج بالمستوى اللي ان شاء الله الناس تحس بيه يعني ونشوفه بنفسنا ان شاء الله غاده، وانت جديره بذلك، وان شاء الله باذن الله البرنامج هيوصل للي انت عايزاه وللمشاهد عايزه، وان شاء الله باذن الله مزيد من النجاح والتقدم يا غاده. انت حد مجتهد وشاطر، وانا شايف فيك ان المجهود شايفه على ارض الواقع الفتره اللي فاتت. ما حدش يعرف ان احنا متفقين على البرنامج ده من 2019، بقالنا اكتر من 3 4 شهور، وانت اللي حددت تطلعي 2020 وحطينا اللمسات بتاعته. النهارده بدايه ان شاء الله باذن الله، بدايه موفقه. الحلقات القادمه ان شاء الله تكون اقوى واقوى واقوى واقوى، وان شاء الله باذن الله تحققي كل اللي بتتمنيه في البرنامج في 2020 يا غاده. بشكر حضرتك جدا، واتمنى نكون دايما عند حسن ظن بعض الله ونحقق يخليك. المستوى اللي حضرتك بتتمناه اكيد يا غاده، للكيان ككل. اكيد 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 يا غاده، بالتوفيق دايما، واتمنى لك مزيد من النجاح دايما يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك، بالتوفيق. طبعا انا بكرر الشكر وسعادتي، يعني بعبر عن سعادتي، لان دايما كل حد لما بيشتغل في مجال وما بيكونش فيه اي نوع من التطور او الروتينيه او كده، بيتهيألي الامر ده ما بيساعدش ابدا ان الواحد يحس بمتعه العمل والانجاز. يمكن دي حاجه عايزين نعمل فيها حلقه بقى مع الاساتذه اللي يفيدونا اكتر في متعه العمل والانجاز، لان انت لو مش بتحب اللي انت بتعمله او مش بتحاول تطور من نفسك فيه وتشوف النتائج قدامك وتشوف في عيون الناس اللي بتشاركك او بتستفيد من هذا العمل الشكر والحب والفرح بان هم وصل لهم شيء مش مجرد كلام او مش مجرد شيء ظاهري او كده، لا بالعكس بيبقى بيعم النتائج دي بتفيد كتير من الناس. احنا في الميديا بنتمنى طبعا ان احنا كلنا بنقوم بدورنا، وانا عايزه اوصل رساله لكتير من الناس اللي ما عندهاش فكره عن الاعلام الخاص او الميديا عامه بتاعتنا. عايزين نعرف ان اي عمل بنشوفه مش حلو، ده مش معناه ان الاعلام وحش والناس وحشين، لا مفيش حاجه اسمها. كل شخص بيعبر عن نفسه في كل المجالات بلا استثناء، ممكن نلاقي النموذج الجيد والنموذج العكس كده. وانا ان شاء الله التوفيق للجميع. استاذنكم بقى احنا نطلع فاصل وترجعوا لي تاني. رجعنا بعد الفاصل معاكم في لقاء حصري مع غادة كرامة. وانا النهارده طبعا السنه الجديده في السنه الجديده واحتفالنا طبعا بكل حاجه حققناها قبل العام الماضي، كانت
فيها نجاح او تقدمنا فيها بشكل او باخر، وبنشجع كل حاجه كانت حلوه انها تبقى احلى او تقدم الافضل، او اي مشكله كانت احنا دلوقتي بنحرص ان احنا نتعلم من اخطائنا ونعيش حياتنا بكل المعاني. المواهب الابداعيه والفنيه يمكن في مصر بتختلف عن اي مكان اخر، ويشهد التاريخ بتاعنا وتراثنا الثقافي الحضاري بكل الأشكال. عايزة أتكلم النهاردة معايا صديق البرنامج وفي نفس الوقت الشخصية اللي أنا يمكن نفسي أعجبت بيها جدا وطول الوقت بحب أتكلم معاه علشان يكلمني عن قد إيه هو كل حاجة كان بيحب يعملها ولاقي نفسه فيها كان ما بيتوقفش عن انه ياخد خطوه او يهتم بالموهبه الجميله دي. مواهب متعدده، شخصيه ترفض الاستسلام، عايزه تكون نفسها. معايا كريم ناصر فؤاد، شخصيه برحب بيها النهارده. ارحب بيك يا كريم، وتشرفت بيك جدا في برنامجي لقاء حصري مع جدع كرم. شكرا طبعا، مش قادر اقول حاجه بعد الكلام انت قلتيه. طبعا شكرا جدا، شكرا ان حضرتك اديتيني فرصه ان انا اظهر النهارده في البرنامج وأعبر فيها عن نفسي. أنا بسيط جدا، إنسان عادي، اسمي كريم ناصر فؤاد. أنا كنت بشتغل صنايعي وما زلت بشتغل مع والدي في كذا أكتر من صنعة. قدرت أمارس شغلي ده إن أنا أحدثه لما دخلت شقق وشفت ناس كتير بتشتغل في الديكوريشن، عايز أعرف بيعملوا إيه، يعني جبسون بورد اللي وراكي، الخشب، كل الديكورات اللي وراكي. واحدة واحدة وصلت سن 18 سنة لقيت نفسي بعمل جبسون بورد، بعمل كرنيش بيوتيك، بعمل ورق حائط، بعمل دوكو، بعمل كيما مخصوص، بعمل أسطر، بعمل طين زجاجي، بعمل بنوهات، بعمل كيانيش بيوتك، بعمل حوالي 12 سنة لوحدي من غير مساعد، من غير صنايعي، من غير أي حاجة. زائد إن أنا حدثت نفسي للتعليم، دخلت تعليم مفتوح كلية الإعلام جامعة القاهرة. وصلت لسن لترم سادس، حققت الحمد لله شوية حاجات كويسة أوي جوه. في السنة الأولى كنت عامل أول أغنية ليا. كانت لقب الترحيب جدا من تمام. أنا أنت بتقول إيه على بالنسبة للصوت والاحساس الفني؟ تمام. ان انا عملت ازاي دمج بين شغل ديكور وبين اعلام؟ عايز تقولي كده؟ تمام. لا انا انت ما جبت سيره الغنى او الصوت، عايزاك تسمعني. طيب حاجه احنا الناس لازم حاجه جميله كده تكون فيها تفاؤل. انت يمكن ذكرت لي حاجات متعدده. تحبي الاذان؟ وماله، جميل جدا الاذان. اه انت طيب، ده في تنوع بقى، انشاد كمان. هو انا مش هقول اغاني، انا عامل اوريدي اغاني، بس انا خايف ابدا الاذان الناس تفهم ان انا عايز اغني وعايز نفس الوقت اذان. الاذان ما لهوش علاقه بالغنى. لا انت اللي بتحس بيه دلوقتي، الفنان بيمشي ورا احساسه يعني. ففعلا دي حقيقة، انا كنت بعمل كل حاجه انا عايزها. اتفضل سمعنا حاجه جميله كده ونستمتع بيها مع بعض. طب اسمحي لي اقف عشان الاذان ده ليه احترامي. هقف كده كويس. تمام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بحييك. مش عايز معلش اعذريني لو أنا مش عايش في المود. انا بس لسه. امسك المايك بقى وسمعنا صوتك. يعني كلمني بقى في المايك. امسك المايك وانت بتكلمني. انا اسف طبعا انا مش عشان صوتك يبقى عالي. لا احنا طبعا كان جميل جدا وكفايه ان في اسم الله واسم النبي عليه الصلاه والسلام وجزاك الله خيرا. تيجي نتكلم بقى في النشاطات الاخرى والاهتمامات المتعلقه بالفن والابداع عامه. ثالثه اعدادي بكتب كلمات المغنيين كلها عموما. بحب امسك قرب المقام مايك مستمعينا. بحب امسك الاغاني بتاعت المغنيين كلها واكتبها. يعني اشتري شرايط مخصوص عشان امسك الاغاني دي اكتبها كلمه كلمه ارجع الشريط واكتب لحد ما اتعلمت يعني ايه بيكتبوا اغنيه وقافيه ويعني ايه اغنيه لوحدها. حاولت ادخل ده في مجالي. الفت اول اغنيه اسمها نصيف. حتى هي الاغنيه دي هي اللي انا نزلتها. تمام. كلماتي والحاني وصوتي طبعا. مش توزيع الاستاذ احمد الامام هو اللي وزعها. تمام. ليه جزيل الشكر طبعا. واغنيه بعدك عني كلماتي والحاني وفيها جزء من توزيع لان انا قعدت مع الدكتور يسري حمولي في استوديو كونفيرت واحنا عملنا الاغنيه دي. تمام. في 2009. يمكن برضو 2009. العلاقات دي انت اكتسبت العلاقات وال لا حاولت اقف شويه اكمل معرفه اصول الحاجات دي يعني من خلال خلال الميديا اللي انت درست او كده ولا مش كده؟ في حاجه ليها علاقه بمصاريف الزياده فلوس اكتر. فلوس هي اللي بتتحكم في الميديا. نوع الموبايل انا ماسكه نوع الكاميرا هي بتتحكم في الميديا مش اكتر من حاجه ثانيه. فنوع التسجيل نوع الاستوديو هو ده اللي الادوات قصدي الادوات التولز الموضوع كله هو اللي محتاج ان احنا نحدث فيه. تمام. فانا بدات ده بس وقفت بعدها بفتره وقفت قلت اخش بقى اعلام عشان اتعلم معاني اللغه. لقيت في لغه نثر. تمام. في لغه ادب في لغه ايجاز في لغه صحفيه في لغه اعلاميه في لغه اشاره في لغه سيميوتيكا في علوم في اللغه. عندك كمان انت حب برضو التطلع دي برضو حاجه هي اللي بتشدك. عايز اقلب بقى اغنيه اقلب فيلم اقلب مسلسل بس انا عارف كل كلمه فيه بكتبها ايه الناس هتعلق بيها بايه. فطبعا عطلت نفسي اكتر من 10 سنين فاتوا. تمام. في دراسات في الاعلام بس ما زلت في كل اللي فات ده كنت بنزل في اكتر من جريده. جريده احوال البلد جريده ترو كالتشر بتاعت سعيد الصاوي جريده بتاعت اهرام بتاع الدكتور حسن احمد عبد السميع ابو بكر عبد السميع دكتور اشرف عامر جريده الايام بياخدوا من عندي حالات على الفيس وياخدوا الحالات دي اللي هي الشعر او الغنى الكلمات دي وينزلوا لي بيها الصوره الشاعر كذا. طبعا برضه جزيل الشكر. انت شوقتنا بقى والله حقيقي. انا مش اكيد اللي بيسمعونا دلوقتي برضه متشوقين يعرفوا يسمعوا بقى الحاجات الجميله بنتكلم عنها. ممكن ناخد 20 ثانيه بس اختار لنا حاجه حلوه كده من الحاجات الجميله دي. ممكن نختار 20 ثانيه من اغنيه بعدك عني في ممكن الاعدادي يلاقيها عقبال ما نخلص كلامها على اليوتيوب. مقطوعه كده عشان وقتنا نحاول ان احنا نستفيد بالناس تسمعنا تسمعك كريم ناصر اسمه نصيب. حاولوا تجيبوها ان شاء الله على الاداء. تمام. نتكلم بقى في شغل الديكور. ايه علاقه الديكور بالاعلام؟ عشان السؤال ده اكتر سؤال بتساله. طبعا احنا وقتنا قرب ينفس فانا عايز اقول كل اللي عندي بعد اذنك. تمام. الديكور ده ليه علاقه بالالوان. الالوان دي ليها علاقه بالطباعه. الطباعه دي ليها علاقه بالورق. الورق ده ليه علاقه يعني ايه علاقه الاعلام بالالوان. ايه علاقه الاعلام بالديكور. تمام. تعالى بقى ندخل ده في نعمل دمج بين الديكور ونرسم على ايدينا. انا برسم كمان في فيديوهات رسم الايه وفي انك تخشي مكان ترسميها يعني بخيالك. وانا الحمد لله صفحه فيسبوك عندي ديكور كريم ناصر فؤاد فيها اكتر من حوالي 1780 صوره. مش عايز انا اسف بقول اعلانات لو انا بقول لا 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 انا ما تقولش على صح. احنا برضو بنتكلم دلوقتي انت احنا وقتنا والدنيا. طيب. واحنا اصلا مش عايزين نسيبك بس عايزك تقول كلمه كده لكل الشباب اللي من جيلك. أنا بتوجه لهم رساله بس تكون بسرعه قوي. اقول لك الرساله اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس بايجاز. رسالتي ان انا اعيش في مكان شعبي عادي زي اي بني ادم طبيعي زي اي شاب. عشان انا شايف الشباب اللي حواليا نفسي اشوفهم احسن. عايز اعيش في وسطهم. انا عشان مولود في مكان شعبي اوريدي فانا شايفهم وعايش وسطهم فانا عايز اطلعهم باحسن حاجه. الفيديوهات اللي انا بنزلها عن شغلي دي 37 فيديو دول فيها طريقه عمل شغل كل حاجه انا بعملها طريقه شغله
طريقة شرحه، طريقة كل طب حاجة. نسمع حاجة نختم بيها كلمة حلوة كده من كلماتك، مش شعر، حاجة تيجي على بالك. أنا بشكركم طبعا لمتابعتنا، وسعداء جدا. إحنا كل حاجة فيها إبداع وفيها اختلاف، الاختلاف نفسه بيكون هو يعني الحاجة اللي بتخلينا نبقى مهتمين أكتر وعايزين نشوف الجديد. بسرعة كده قول لنا حاجة حلوة كده بسرعة، عشان أنا متشوقة أصلا أسمع الحاجة. يعني دي للشعب السوري: ليه دايما ظالمين نفسنا؟ ليه دايما صارو في حلمنا؟ ليه نرحل ونسيب أرضنا؟ ليه كل اللي فيها يموت؟ أنا لو هعيش يوم أو سنة هفضل أعيش حلمي أنا. علي صوتك شوية. أنا لو هعيش يوم أو سنة هفضل أعيش حلمي أنا، وبعيد أو قريب مننا أكيد صوتنا عليه هيفوت، وياللي عايش حوالينا وجنبنا ولا داري باللي في قلبنا. تحياتي تحياتي. كمل كمل. ده احنا بنبكي من عذاب وضنا ومش هنسيبها ولو هنموت. يا بلاد عايشة حلمنا، ليه سبتينا وبعدتي عننا؟ ده مهما جميل. كان ما بين مننا لازم الحب ما بيننا يعود. جميل جدا جدا جدا. اكيد هنكرر اللقاء تاني عشان نعرف عن حياة كريم فؤاد وتطلعاته للمستقبل ولحياة اجمل يا رب لجميع اصدقائي. بحييكم متابعيني ومشاهديني واصدقائي، والقاكم ان شاء الله الاسبوع البعد القادم في مفاجآت كتير وفقرات حصرية ومفيدة وممتعة بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.